مرحبا واهلا وسهلا فيكم بهالفيديو الجديد. اليوم راح نحكي عن موضوع الاشخاص ذوي القدرات المتعدده. هلا في فيديوهين سابقين عملتهم كان واحد منهم على الاشخاص ذوي القدرات الفكريه عاليه، اذا كان 10 صفات، وفيديو تاني كان عن الاشخاص ذوي القدرات العاطفيه العاليه كمان 10 صفات. هلا في الاشخاص ذوي القدرات المتعدده كمان راح نذكر 10 صفات. فبداية بدنا نتعرف شو يعني أشخاص ذوي قدرات متعددة. هلأ القدرات المتعددة هي عبارة عن صفات بيكون فيها الشخص مختلف عن المتعارف عليه عن بقية الأشخاص من وجهة نظر عصبية، وهي بتكون نتيجة لاتصال بين الأعصاب أكبر بكتير من المتعارف عليه عند بقية الأشخاص. هلأ ممكن بالنسبة للقدرات المتعددة هي موجودة عند الأشخاص ذوي القدرات العالية، بس مو بالضرورة إنه الشخص اللي عنده قدرات متعددة يكون عنده قدرات عالية. يعني ممكن يكون شخص عنده قدرات متعددة بس ما في قدرات عالية، بس الشخص اللي عنده قدرات عالية بكون مؤكد عنده قدرات متعددة. ف بدنا نبلش نشوف شو هن هدول الصفات، اللي 10 صفات موجودين عند هدول الأشخاص. أول شغلة هي التفكير المتفرع والمتشعب، وهي مشتركة بين الكل، يعني التفكير اللي عنده قدرات متعددة وعنده قدرات عالية سواء فكرية أو عاطفية. فبالتالي هي نتيجة لطريقة توصيل عصبي متفرعة، فبالتالي بيبدأ بفكرة بعدين لتانية لثالثة ورابعة وهيك لحتى ما بتضيع الفكرة، يعني ما بيعود بيرجع الفكرة الأخيرة ما إلها علاقة بالفكرة الأصلية اللي هو بدأ فيها. فإذا فكرنا بهذا الموضوع، الأشخاص الاختصاصيين ما عندهم هذا التفكير المتشعب أو المتفرع، لأنه بيركزوا بالموضوع واحد بنفس المجال بنفس النقطة بنفس الأفكار. التفكير المتتالي ومتسلسل منه متفرع ومتشعب، فبالتالي الفكرة الثانية هي إلها علاقة بالفكرة الأولى، الفكرة اللي بعدها إلها علاقة بالفكرة الثانية وهكذا. إنما هون بالتفكير المتشعب الفكرة الثانية ما لها علاقة بالأولى والثالثة ما لها علاقة بالثانية وهكذا، فبتصير مثل فروع الشجرة يعني الموضوع. الصفة الثانية هي غليان الأفكار، هو نتيجة لنشاط دماغي، فبحس إنه في أفكار براسهم عم تغلي عم تدور، عم يعني مثل خلية النحل، يعني ما في عندهم أي زر لإيقاف هذا النشاط الدماغي. في كتير ناس بيشتكوا من هالموضوع بيقولوا نفسي يكون في عندي زر أوقف مخي، لأنه بنطلق بكل الاتجاهات بسبب التفكير المتشعب. فببلش بفكرة لتانية لتالية، أفكار كلها عم تيجي من كل الاتجاهات. هذا الشيء بيؤدي لظاهرة الاحتراق الذاتي، لأنه يعني أفكارها عم تستهلك طاقته، عم تستهلك كل شيء يعني موجود، فبالتالي بحس بحالة كأنه عم يحترق يعني فكريا. الصفة الثالثة هي صعوبة إيجاد مهنة. هلا الاختصاصيين لانه مركزين بموضوع معين ومختصين فيه وفاهمين كل جوانبه، فبالتالي بيبداوا فيه وبصيروا خبراء بهذا المجال وبيكبروا فيه. انما المتعددي القدرات لانه عم يستثمروا بعديد من الاشياء والخيارات، وممكن تكون احيانا مؤلمة وفي عندهم براعة عالية، فبالتالي يعني ممكن يبداوا بمهنة يتعلموها يعرفوها، بعدين خلص ينتقلوا لمهنة تانية لمهنة ثالثة، فبالتالي ما بيوصلوا لأعلى ليفل أو لأعلى مستوى بهذه المهنة، لأنه عم ينتقلوا من محكاة من شيء لتاني، دائما في تعدد وفي تنويع عندهم. الصفة الرابعة هي فرط الفضول، فعندهم كتير اهتمامات متعددة، عندهم عطش كبير لاكتشاف أشياء جديدة، هن دائمين البحث والتنقيب عن الحقيقة ومعنى الأشياء والنزاهة الأخلاقية والمثالية. فبالتالي يعني فضولهم بخليهم يبحثوا بعدة اتجاهات بعدة مجالات بعدة أوجه يعني بالحياة، وبدهم يعرفوا بدهم يتعلموا وبدهم يعرف كمان حتى يعني الأشياء الأخلاقية الفكرية المثالية كلها هاي بضلوا بيبحثوا فيها بدهم يعرفوا معانيها. الصفة الخامسة هي القدرة على الجمع بين مجالات متعددة، يعني بيقدروا يجمعوا بين 2 3 مجالات أو ممكن أكثر، وخلق أشياء جديدة ضمن حدود هاي المجالات. فيهم يخلقوا نشاطات هجينة بين مجالات متعددة،
فبالتالي يعني ممكن يتعلموا أكثر من مجال ويكونوا مختلفين عن بعض، مو مرتبطين ببعض بأي شيء، وممكن يخلقوا بيناتهم رابط معين يعني، ويهجنوا بيناتهم، يخلقوا شيء جديد من هدول الأشياء المختلفة. فهاي قدرة كمان على الخلق عندهم والإبداع. الصفة السادسة هن أشخاص مساحين. شو معناتها؟ ذوي القدرات المتعددة في عنده سعة لأنه يمسحوا أو يطلعوا بشكل عام على نشاطات متعددة موجودة بالأفق عشان يروا عطشهم للمعرفة. فهم ممكن يروحوا لاتجاه معين يعرفوا شوي معلومات عنه، يروحوا لشيء تاني يعرفوا شوي معلومات عنه، بس ما بتعمقوا بموضوع محدد بالعمق يعني، مثل الأشخاص المتخصصين. المتخصص خلص بيمسك هذا المجال بتخصص فيه، بيعرفه بكل أعماقه وبكل جوانبه. هن لا، بيعرفوا أهم أشياء موجودة بهذا المجال، بينتقلوا لمجال تاني ولا تالت، لأنه دائما عندهم هذا العطش لمعرفة أشياء جديدة، وبالتالي ما بيدخلوا بعمق الموضوع يعني بكل النواحي. الصفة السابعة هي الإحساس بأنهم غير مفهومين. الأشخاص المتعددي القدرات بحسوا دائما إنه منفصلين أو تائهين أو معزولين وغير مفهومين من الآخرين، وأحيانا ممكن مهمشين وممكن إنه نستغني عنه. وهذا الإحساس بيبدأ من الطفولة، وهذا سببه يعني كونه عندهم كل هاي الاهتمامات المتعددة. فممكن الآخرين يطلقوا عليهم أحكام يعني إنه هن ما بيثبتوا على شيء، ما بيثبتوا على عمل، ما بيركزوا بشيء معين، ما عم ينجحوا بشيء للآخر أو عم يتخصصوا فيه. فبيحسوا حالهم إنه هن مو مثل اللي حواليهم، في عندهم اختلاف. الآخرين عم يركزوا بشيء ما عملوا يعني، عم يكبروا فيه ويوصلوا للأخير، هن عم ينطوا من شيء لشيء من شيء لشيء. فهذا بحسسهم بالانفصال، وهذا بيأثر طبعا على علاقاتهم الاجتماعية، على تقبلهم للي حواليهم وتقبل اللي حواليهم لإلهم. وهون طبعا راح يدخل بموضوع جنون العظمة الرهاب الاجتماعي والانفصال عن المجتمع أو عدم الانتماء للمحيط اللي هن عايشين فيه، سواء بالعائلة أو الأصدقاء أو بمجال العمل. الصفة الثامنة هي الإبداع. هاي صفة مميزة عندهم، وبكون بحالة حركة دائمة ومستمرة بالإبداع والخلق لذواتهم لأنفسهم. كمان عندهم القدرة على الخلق نشاطات هجينة بين مجالات متعددة، وهذا بيحتاج إبداع عالي، لأنه هاي النشاطات المتعددة أو المجالات المتعددة ممكن ما تكون العلاقة ببعض أو نفكر إنه بعيدة عن بعض، بس إن بسبب الإبداع تبعهم ممكن يخلقوا شيء هجين ما بين هدول الشغلتين المختلفين أو 3 أشياء مختلفة، وبالتالي بيطلعوا شيء جديد طبعا إذا أتيحت لهم الفرصة واستخدموا هاي القدرات الموجودة عندهم. الصفة التاسعة هي الحماس. لما بيدخلوا بأي نشاط جديد بكون عندهم تتحرر طاقة كتير عالية وحماس كتير عالي لهذا النشاط الجديد، مقارنة بالغالبية العظمى من الناس. فلذلك عندهم رغبة واحتياج للتجديد بشكل مستمر وبدء أشياء جديدة عشان يضل هذا الحماس موجود عندهم. وعندهم قدرة عالية على التأقلم يعني، أي شيء جديد بيتعلموه بسرعة، بتكون عندهم حماس لإله، بيتأقلموا مع الشيء الجديد، بس بيصابوا بالملل بسرعة بعد التعرف على النشاط بشكل كامل، هذا النشاط الجديد. بس يعرفوا يفهموا يعرفوا شو هو، بيدخلوا بحالة الملل وبصيروا يدوروا على شيء جديد يرجع لهم حالة الحماس وحالة الاستكشاف والإرضاء الفضول الموجود عندهم. الصفة العاشرة هي السرعة في معالجة المعلومات. عندهم القدرة على استقبال بسرعة لجميع الجوانب المحيطة بمشكلة معينة. عندهم القدرة على التحديد بشكل فوري المشاكل المحتملة وإيجاد الحلول لها بسهولة. الصفة العاشرة هي السرعة في معالجة المعلومات. فمتعددي القدرات عندهم القدرة على استقبال بسرعة على جميع الجوانب المحيطة بمشكلة معينة المعلومات الموجودة فيها، وعندهم القدرة على تحديد بشكل فوري المشاكل المحتملة وإيجاد الحلول لها بسرعة. كونه عندهم هاي السرعة الفكرية العالية وبمعالجة المعلومات والروابط العصبية السريعة، فبالتالي لما بشوفوا أي موضوع بيفهموه بسرعة، ممكن يتوقعوا شو ممكن يكون في مشاكل، وبسرعة يعني بيستنتجوا أو بيبتكروا حلول لهاي المشاكل المحتملة. فهاي الصفة جدا مميزة عندهم، بتساعدهم على إنه يعني يتأقلموا كمان بشكل كتير كبير. زي ما شفنا كانت هدول 10 صفات للأشخاص متعددي القدرات. هاي الصفات هي يعني مميزة إذا استثمرت بالطريقة الصح،
بس بنفس الوقت ممكن يتعرضوا لصدمات كتير قوية أو عميقة من الناحية النفسية، لأنه ممكن اللي حواليهم ما يفهموه، ما يعرفوا إنه عندهم هاي القدرات، ما تتيح لإلهم الفرص إنه يستثمروا هاي القدرات ويستفيدوا منها ويفيدوا اللي حواليهم، بالتالي راح يحسوا بالانفصال عن المجتمع، يدخلوا بموضوع جنون العظمة بشكل قوي وعنيف، وبالتالي بيكون الألم عندهم أكبر أو مضاعف. طبعا هذا كله ممكن ينحل إذا عرفنا شو هي الصدمات الموجودة عندهم، وبالتالي راح يقدروا هاي الصفات أو الطاقات الموجودة عندهم يستثمروها ويبدعوا فيها. فبتمنى كل شخص فيكم اللي تابع هذا الفيديو إنه يكتب لي بالتعليقات كم صفة من هاي الصفات موجودة عنده، أو إذا عندكم أولاد عندهم هاي الصفات كمان تنتبهوا لهم وتقدروا تهيئوا لهم الظروف والإمكانيات اللي يقدروا يستثمروا هاي القدرات ويحققوا الشيء اللي هن فعلا بحبوه بالحياة. شكرا للمتابعة. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو مع الأشخاص اللي بتحبون حتى تعمل فايدة.